مساء الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين يا رب، وينعاد علينا جميعا وقفة عرفات اليوم الشعيرة الأعظم في من شعائر الحج، وكل عام وحضراتكم بألف خير يا رب، وينعاد على جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم بالخير واليمن والبركات. طبعا استعداداتنا دايما للعيد بتكون بطقوس دايما مختلفة، الأسرة الواحدة بتستعد بطقوسها وبتحضر كل احتياجاتها علشان العيد، لكن طقوس الدولة نفسها وانها توفر احتياجات المواطنين ده ايضا بيكون بشكل مختلف تماما، وبيكون اكيد من وقت سابق وتابعا لرؤية واستراتيجية كبيرة جدا، واكيد الصدمات اللي تعرضنا لها وخاصة طبعا مش بس مصر لكن العالم كله، ولكن خاصة في مصر الصدمات اللي تعرضنا لها في وقت كوفيد 19 وايضا الحرب الاوكرانيه الروسيه خلت عندنا قدره على امتصاص هذه الصدمات والتعامل معها وايضا استشرافها ويعني المرور بكل ما في الازمات باكثر باقل الخسائر الممكنه، ولكن ايضا بشكل ناجح جدا. الحقيقة توفير السلع الاستراتيجية واللي بقت طبعا بعد الأزمة الأوكرانية الروسية بقت من على يعني أهم أولوية للدولة المصرية، معارض مختلفة، تخفيضات مختلفة، بنلاقي كل الوزارات والهيئات كلها بتجتمع مع بعض وبتتعامل بهارموني كبير جدا، وكلهم بيعملوا في سيمفونية جميلة بتناغم وعمل مشترك مع بعض منسق. بنلاقي ان وزارة الداخلية نفسها بتعمل معارض وتخفيضات كبيرة جدا في كل مكان من ايام رمضان واساس من قبل رمضان، وايضا القوات المسلحة وكل المنافذ المتحركة للقوات المسلحة ووزارة الزراعة ووزارة التموين طبعا وجميع الهيئات والوزارات. نتكلم عن مخزون الاستراتيجي في العيد وتوفير هذه السلع، وخاصة من خلال المنافذ البيعية والمعارض، وعلى رأسها أهلا بالعيد. أهلا بالعيد ده كمان معرض زي أهلا رمضان، وفي تخفيضات بتوصل ل 40% بتتوفر فيها السلع، خاصة السلع الاستراتيجية الرز والمكرونات والزيوت، بنتكلم عن اللحوم اللي متوفر فيها حسب يعني تعليقات الحكومة وتأكيدات الحكومة ورئاسة الوزراء إن اللحوم الحية متوفر منها ل 14.7 شهر يعني لأكثر من سنة، واللحوم المجمدة عندنا متوفرة لمدة 6 أشهر. خلينا النهاردة هنبدأ مع حضراتكم في همزة وصل نتعرف على استعدادات الحكومة ومن خلال هذه المنافذ زي ما قلنا، ومع عيد الأضحى كيف عملت الدولة على توفير كل السلع للمواطنين بالأسواق. ده النهاردة سؤالنا في همزة وصل، ممكن حضراتكم تتواصلوا معنا من خلال همزة وصل اي جي، أو هنكمل طبعا لقاءاتنا مع حضراتكم مع الخبراء والمسؤولين وصناع القرار. خلينا نروح لتقرير وبعده نبدأ الحوار ونقاش. لا تتوانى الدولة المصرية عن بذل كافة الجهود لإحداث التوازن في أسعار السلع المختلفة بالسوق المحلية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، حيث تضاعفت الجهود لإتاحة وتوفير كافة السلع واللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك. يأتي هذا في إطار خطة الحكومة لمواجهة التحديات والتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما ظهر جليا في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف. كما أشاد المواطنون بمستوى الخدمة المقدمة في المنافذ التابعة للدولة وحرص الدولة وتعاون الجهات المختلفة على تقديم كل سبل الدعم للمواطنين من أجل تخفيف الأعباء عليهم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وغيره من المناسبات. كما نفذت الدولة المشروعات الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي انعكس على الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك وتأمين كافة احتياجات المواطنين في تلك المناسبة من خلال التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة وتوفير مختلف أنواع اللحوم الحمراء ولحوم الأضاحي، فضلا عن تكثيف دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق.
بنرحب بحضراتكم مشاهدينا بعد ما تابعنا التقرير. خلينا نبدا حالا بالحوار ونقاش مع ضيفنا الاول في البدايه، دكتور عبد الرحمن عبد الجواد، استاذ بكليه الزراعه جامعه القاهره. دكتور تحياتي لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه يا فندم. دكتور، كيف ترى استعدادات الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية وخاصة قبل حلول العيد الأضحى المبارك والأعياد خاصة طبعا وكان فيما قبل رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. في البداية كل سنة وحضرتك طيبة وكل المستمعين الكرام وأهل مصر الكرام بخير وسلام، وربنا يدع علينا دايما يا رب بالخير واليمن والبركه. الحقيقه الدوله متمثله في اجهزتها المختلفه، سواء كان اجهزه الخدمات في الشرطه او في وزاره التموين او وزاره الزراعه او القوات المسلحه، متمثله في منافذ بيع جهاز الخدمه الوطنيه وايضا بعض منافذ القطاع الخاص. كل هذه الاجهزه بالتعاون مع الدوله بتسعى جاهدا لتوفير السلع الاستراتيجية والأساسية في المواسم المختلفة زي الأعياد. ففي العيد الكبير الحقيقة السلع الاستراتيجية هي توفير اللحوم، سواء كانت لحوم حية أو لحوم مجمدة أو طازجة. فعندنا مثلا منافذ توزيع أمان تبع الشرطة، جهاز الشرطة حيا بيوفروا هذه السلع. ايضا منافذ الاهرام التابعه للتموين بتشارك ايضا في توفير هذه السلع الاستراتيجيه. وزاره الزراعه ايضا بتقوم بدور كبير جدا بالذات في توفير الاضاحي، سواء كانت خرفان او ماعز او عجول بقري او جاموسي. ايضا جهاز الخدمه الوطنيه بيقوم بدور كبير جدا في توفير اللحوم، لانه عند الحقيقه بتتبعوا مزارع انتاج حيواني كثير على مستوى الجمهوريه. وفي ايضا الشركه الوطنيه لانتاج اللحوم والالبان التابعه للقوات المسلحه، لديها مزارع كثيره جدا، وده تابعه لمشروع المليون راس اللي اوصى بها فخامه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الرئيسيه وهي اللحوم والمنتجات الالبان للمواطن المصري. وده شيء جيد جدا بالنسبه لتوفير السلع الاستراتيجيه. طبعا الكمال لله سبحانه وتعالى، في طبعا سلع اساسيه بتهم المواطن زي الخضروات والفاكهه دي على مدار العام. فيا ريت يبقى هناك ما يسمى بالزراعات التعاقديه مع المزارعين، لان هو المزارع هو المنتج الرئيسي لهذه السلع. فلو تم وضع استراتيجيه معينه لمعرفه احتياجات المواطنين على مدار العام، بنقدر نحط خطه مع المزارعين في كافه انحاء الجمهوريه لتوفير هذه السلع بانتظام، بحيث ما يبقاش فيه فتره متوفر فيها السلع وبالتالي الاسعار هتبقى منخفضه ويتسبب عن ذلك خساره كبيره للمزارع. وفي بعض الاحيان بتنقص هذه السلع ويكون المعروض كبير وبالتالي بيرتفع اسعارها، وفي الحاله دي بيبقى الوسطاء بيستفيدوا والمزارع ما بيستفيدش. يعني زي مثلا الطماطم احيانا يوصل الكيلو ب 20 جنيه واحيانا اخرى مثلا بيبقى ب 2 جنيه، وفي النهايه الفلاح بيضر من هذا النعم. لو في زراعه تعاقديه يبقى في توفير المعروف الكميه اللي محتاجها المواطن المصري على مدار السنه، وبالتالي نقدر نعدي توصيه من خلال وزاره الزراعه بان احنا عندنا مساحات معينه في زمن معين يتم زراعتها ويتم تسليمها لوزاره التموين والمنافذ المختلفه. الحقيقة يعني مجهود محمود جدا من الوزارة، وكل مش بس يعني وزارة بعينها، من جميع الوزارات وأجهزة الدولة. وزي ما حضرتك ذكرت انه يعني لما بيكون دايما في استراتيجية موضوعة وخطة موضوعة فيها بيانات متكاملة وبيانات على الاستهلاك والانتاج وتحديد الفائض وتحديد الناقص، هو ده اللي بيحدد بالظبط
وبيقدر ينقذنا، وهو ده اللي بيكون دايما يعني اللي بيجايد لينا لان احنا نعدي بيه كل الفترات. طيب لو اتكلمنا ايضا عن واحنا في عيد الاضحى المبارك وبنتكلم عن الانتاج من اللحوم وتغطيه الاسواق ايضا من اللحوم، ومن خلال المنافذ زي ما اتكلمنا وزي ما حضرتك ذكرت المنافذ يعني وزارة الداخلية وأيضا القوات المسلحة، ولكن لو اتكلمنا عن ضبط الأسواق في بعيدا عن هذه المنافذ هنتكلم عنها ازاي؟ ضبط الأسواق بالظبط. اه والحقيقة ضبط الأسواق بيجي من اتجاهين. الاتجاه الأولاني ان يبقى في كمية معروضة تلبي احتياجات المواطنين، تمام. وبالتالي لو حطينا السعر استرشادي فهيبقى الكل ملتزم بيه لانه السلعه متوفره. ولكن احيانا بيحصل جاب او فجوه بين المتاح وبين المطلوب. وهنا الحقيقه ما بيبقاش فيه سيطره كبيره على الاسعار. عشان كده سياده الرئيس لما اطلق مشروع توفير المليون راس على مستوى الجمهوريه، دي خطه المفروض في خلال 5 سنوات بيتم تنفيذها. ده معناه ان احنا بنوفر سلالات عاليه الانتاج تبقى متاحه داخل جمهوريه مصر العربيه، وبالتالي يبقى عندنا وفره باستمرار من هذه المنتجات من اللحوم. يعني بدا يبقى في سلالات انتاج اللحم عاليه الانتاج متوفره في مصر عندنا، بالاضافه الى انواع المحليه، وبالتالي بنقدر بقدر الامكان يبقى في عندي نوع من التوازن بين العرض وبين الطلب. هو ده اللي بيبقى فيه نوع من نعم ما نقدرش نفرض سعر محدد لانه دي لها اليات الطلب والعرض، بالاضافه ان في عوامل اخرى بتاثر حقيقه على السعر بالذات في الانتاج الحيواني، وهي ان معظم الخامات العلفيه بيتم استيرادها من الخارج. ومجرد ما حصلت الحرب بين روسيا واوكرانيا ودي يمكن معظم الاعلاف بيتم استيرادها من اوكرانيا ومن روسيا، ارتفعت الاسعار بشكل غير عادي. وبالتالي المربي معذور، لان النهارده كيلو اللحمه في المزرعه بيتكلف حوالي 75 جنيه. قايل طب هو انا متوقع هبيعه بكام؟ هبيعه ب 76 77، وهو حاليا السعر فعلا في حدود ال 76 الى 80 جنيه، وده سعر اكسبتبل او سعر معقول جدا يتناسب مع ارتفاع اسعار الاعلاف، لانه المربي معذور. طب هو والا بعد كده مش هنلاقي مربيين، يعني لو حصلت خساره مستمره المربي الصغير هيخرج من السوق، وبالتالي في الفتره اللي جايه هيبقى في ارتفاع غير عادي لاسعار اللحوم. تمام. فاللي احنا بنحاول نعمله طبعا مع وزاره الزراعه هي توفير الاعلاف الاساسيه للانتاج الحيواني داخل جمهوريه مصر العربيه، ودي الاستراتيجيه دي اللي المفروض ان تكون. انا مش هستورد حيوانات وبعدين ما عنديش تغذيه ليها بالظبط، وبعدين نتعرض يعني يبقى في اسعار بالعمله الصعبه وما الى ذلك، وبرده هتغلي كده اسعار اللحوم فيما بعد، فهيبقى في مشكله ايضا. بالظبط كده، لو احنا قدرنا نوضع استراتيجيه او وزاره الزراعه قدرت توضع استراتيجيه مع القطاع الخاص، وبرده بقول تاني والزراعات تعاقديه على زراعه مثلا الذره وعلى زراعه القمح وزراعه الاعلاف المختلفه، ده تغذيه الاساسيه للإنسان والحيوان. لو أنا قدرت أوفر معظمها يبقى نقدر نتحكم هنا في السعر. أقول للمربي إن تكلفة الكيلو عندك 70 جنيه يبقى أنت تبيعه ب 71. بالظبط. نعم نقدر ما أقول له التكلفة 75، ما أقدرش أقول له هنقدر نتحكم في الأسعار ونضبط الأسواق بشكل كبير جدا، وبالتالي تخفيف الأعباء على المواطن. دكتور عبد الرحمن عبد الجواد أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بنشكر حضرتك جدا. انضم إلينا أيضا عبر الهاتف أستاذ ناصر حسين الخبير الاقتصادي. دكتور ناصر بنرحب بحضرتك معانا، وكل هالسنه وحضرتك طيب. وحضرتك وكل المشاهدين طيبين وبألف خير. خلينا نتكلم من الجدوى الاقتصاديه او القيمه المضافه لكل المشروعات الزراعيه اللي تم افتتاحها في الفتره اللي فاتت، وكانت الحقيقه سباقه من قبل الازمه الغذائيه العالميه وقبل ازمه كوفيد وقبل ازمه اوكرانيا وروسيا. لو اتكلمنا عن سريعا هذه المشروعات ومشروعات الحيوانيه والدجينه اللي افتتحها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدواها الاقتصاديه سريعا ومن هنا مردودها الاقتصادي ايضا على المواطن،
ويعني وإلى أي مدى بتؤدي لتخفيف الأعباء الاقتصادية أيضا عليه لما كل ده بيكون صنع في مصر أو داخليا في مصر؟ هو بالفعل العالم كله بيواجه أزمة غذائية طبعا بعد جائحة كورونا وحاليا من خلال الحرب الأوكرانية الروسية، وأصبح في تضخم على مستوى العالم ونقص طبعا في الغاز واللي هو بيؤدي يستخدم في الصناعات الغذائية، وحتى بقى عندنا مشكلة في سلاسل التوريد للمتطلبات. لكن طيب احنا عملنا ايه على مستوى الداخل؟ في مشروعات طبعا حكومية، وشرف سيادة الرئيس بانه افتتح مشروعات غذائية كثيرة، كان في منها مجمع اللحوم في الفيوم، ده كان ممتاز جدا وادى الى ان هو يبقى في توفر في اللحوم، وطبعا اشرفت عليه وزارة الزراعة، لكن الاهم ان كان في مشاركة مع القطاع الخاص، وايضا كان في بعض مجمعات لصناعات المكرونه والحلويات والبسكوت، معظم يعني مشروعات غذائيه عظيمه جدا وانتاجيه، وكمان في بروتوكولات قامت بها وزاره التموين بالتعاون ما بين الشركات الصغيره والمتوسطه في مجال الغذاء والمشروعات الحكوميه، وحاليا اطلقوا طبعا مبادره نحن جاهزين لعيد الاضحى. فبالتالي احنا بنواجه يعني الأزمة الغذائية العالمية بإن احنا بنعتمد على الإنتاج المحلي، وعشان كده ده جه في موسم طبعا جمع القمح، والحكومة أعلنت عن زيادات للمزارعين، وإحنا دلوقتي عندنا مشروعات للصوامع بحيث إن احنا نقلل من الفاقد. في نفس الوقت أنا عايزين نشجع أكتر على طبعا توفير الأعلاف، وإن يبقى فيه تشجيع لصناعات تربية اللحوم والثروة الحيوانية، وده بيتم في الصعيد وفي الأقصر وفي الفيوم، وفي مشروعات كثيرة دخلت فيها غرفة الصناعات. ومشروع مجمع اللحوم الجديد اللي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا في مدينة السادات، يعني من تقريبا مهم من جدا جدا أسابيع قليلة فعلا، ودخلت فيه شركات خاصة. ومجمع اللحوم في مدينة السادات ده بالذات يمكن غطى المنطقة الشمالية، وفي اتجاه يبقى فيه كمان اتجاه للتصدير بعد كده يعني. تمام، وده بالذات المجمع ده دلوقتي وفر لنا شريحة كبيرة في السوق بتغطي حاجة المستهلك. وإحنا طبعا إن شاء الله عايزين مشروعات أكتر من هذا المجمع، لكن هو بادرة ممتازة جدا قام بها سيادة الرئيس، وده دفع شركات كبيرة للنمو اللي هي تشارك، القطاع الخاص يتشارك مع الحكومة. طيب، واحنا دكتور واحنا بنتكلم يعني اتكلمنا زي ما حضرتك ذكرت ازاي ده طبعا ده قيمة مضافة كبيرة جدا للاقتصاد المصري، بيوفر على مصر طبعا عملة صعبة ان هي تستورد كميات كبيرة من غذائها، زي ما نسبة كبيرة جدا كنا بنستوردها فيما قبل، يعني حوالي 60% من غذائنا كنا بنستورده، وفي وقت ممكن الحدود كلها تتقفل زي ما مرينا بأزمة كوفيد او الحرب. بعد كده طبعا بدأت الأزمات الاقتصادية أيضا يعني تتراكم على كاهل المواطن لغلاء كل الأسعار عالميا والتضخم، وزي ما حضرتك ذكرت. طيب، توفير كل هذه السلع ومن خلال المنافذ واستعداد الهيئات وأجهزة الدولة للأعياد زي ما موجود دلوقتي من خلال المنافذ المختلفة، وأهلا بالعيد، وتخفيضات بتوصل ل 40%، إلى أي مدى حضرتك شايف أهمية ده واستفادة المواطن منها؟ هو أنا أهمني جدا إني إزاي أنا أتصدى للأزمة الغذائية العالمية، ودي معروفة على مستوى العالم كله، في طبعا عجز في الإمداد في سلاسل التوريد، في نقص كمان من الزيوت الروسية وزيت عباد الشمس اللي هو بتعاني أوروبا منه كله، لكن احنا وضعنا خطة في مصر الى ايجاد اسواق بديلة. المعروف ان العالم الغربي دلوقتي هو اللي بيعاني، لكن اسيا امنة، وبالتالي احنا اسواقنا تنوعت بقى. احنا دلوقتي بنعتمد على السوق الاسيوي، لكن الاهم من ده ان احنا نعتمد على السوق المحلي، عشان كده كان فخامة الرئيس قام بافتتاح مشروعات طبعا غذائية، واخرها مدينة السادات، وكان قبل كده في الفيوم، وفي بعض المدن المصانع في العاشر من رمضان كانت غذائية. لكن احنا كمان عايزين نشجع الترشيد بالنسبه للمواطن، وفي نفس الوقت السلع دي مدعومه او زياده العرض دايما بيقلل من السعر، عشان كده احنا بقى عندنا زياده معروض من المشروعات الحكوميه، وده اهلا بالعيد وجاهزوا للعيد الاضحى، ده زود دلوقتي في من المعروض من اللحوم، لدرجه ان اللحوم المستورده بقت مش مطلوبه في الايام دي بالذات، واسعارها نزلت ورخصت، يعني انا قابلت بعض التجار قالوا الاسعار نزلت، ان احنا دلوقتي بنعتمد على المنتج المحلي
وعايزين نتوسع طبعا بالتاكيد في المزارع المحليه دي بتقابلها مشكله الاعلاف، ويا ريت احنا ما نستوردش الاعلاف، يبقى عندنا مشروعات للاعلاف، ده هيزود من الثروه الحيوانيه. وبنفس الوقت الحكومه والدوله ومشروعات كثيره شجعت المشروعات الداجنه، ودي بالمناسبه فيها تفوق عن مشروعات اللحوم. اكيد يعني، واكيد كل ده بيساهم في يعني تخفيف الاعباء على المواطن، وازاي انه دايما بيلاقي كل احتياجاته متوفره في كل مكان وفي اي وقت من السنه، الارفف في السوبر ماركتس وفي كل مكان بتبقى مليانه بالسلع، وده في وقت بتعاني منه اكبر الدول في العالم من توافر السلع الاساسيه. وبعد ما دول كتيره جدا اعلنت اقتصاد الحرب، ومنها المانيا مثلا بعد الحرب الاوكرانيه الروسيه، فده يعني فعلا عامل امان مهم جدا. وبالفعل بنتكلم عن الامن الغذائي لانه هي فعلا قضيه امن قومي. تعليق من حضرتك اخير يا دكتور؟ وده بالفعل انا بشكر حضرتك على التفسير ده، لان دلوقتي بالفعل احنا بتطلعنا الاخبار يوميا والتقارير ان في مشكلات غذائيه في اوروبا بالتحديد، والمانيا اللي هي اعلنت اجراءات غير مسبوقه، هم دلوقتي بيعتمدوا على الفحم، رجعوا للماضي عشان ما عندهم نقص في امدادات الغاز اللي هي بتقوم عليها المشروعات الغذائيه. في محلات كتيره ومجمعات غذائيه في اوروبا بقت شاغره ما فيهاش سلع، لكن الوضع في مصر مختلف، لان احنا طبعا بنولي دائما اهميه وقيمه للامن الغذائي، والى الان الحمد لله الامن الغذائي مستمر جدا. وحضرتك حاسه وكلنا حاسين اهو العيد بيمر واحنا مش حاسين باي مشكله في تواجد اللحوم والاغذيه، المهم ان احنا نبني للمستقبل بتشجيع المشروعات المحليه والناتج المحلي، وده ان شاء الله هيكون موجود في المستقبل إن شاء الله، بنأمل ده. ودكتور ناصر حسين الخبير الاقتصادي، بنشكر حضرتك جدا، وأكيد آراء الناس مهمة جدا. خلينا نتعرف على بعض التعليقات والآراء اللي وصلت من حضراتكم على فيسبوك لهمزة وصل النهاردة، نستعرضها حالا مع حضراتكم، لأنه أكيد يعني آراء المواطنين بتبقى هي المهمة، لأنه هم اللي بيكونوا بيلمسوا الأمر الواقع، وهم اللي بيقدروا يحددوا إذا كان فعلا مدى توافر كل السلع بشكل كبير بنسبة 100%، وفعلا مدى انخفاض الأسعار عن مثيلتها، خاصة في المنافذ اللي تابعة لأجهزة الدولة. خلينا نتعرف على بعض التعليقات مع في البداية الأستاذ أكرم حمودة. السلع الغذائية والحمد لله رب العالمين متوفرة في كل مكان في بلدنا الغالي مصر، والمعارض والأسواق التي وفرتها الدولة المصرية والهيئات كالشرطة والقوات المسلحة تعج بكل صنوف الغذاء والحمد لله. الدولة المصرية تعمل في هذا الملف بقوة، بأن لا يشعر المواطن بما تمر به الأسواق العالمية من أزمات وبتوابع جائحة كورونا ومن بعدها تداعيات الحرب الأوكرانية أو الروسية الأوكرانية. الحمد لله على النعم التي لا تعد ولا تحصى، وأدام الله على مصر الخير ونعمة الأمن والأمان والاستقرار وكل الأماني الطيبة لمصر قيادة وشعبا. والشكر موصول لأسرة همزة وصل وفريق عمل قناة النيل للأخبار، وعيد أضحى سعيد على كل المصريين. أستاذ محمود الضوي، مع عيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر وشعبها العظيم بخير وصحة وسعادة وسلامة وأمن وأمان وسلام يا رب. الدولة عملت على توفير كل السلع للمواطنين بالأسواق ومنافذ البيع، وكل التحية لكل الاجتهادات التي تبذلها الدولة لتخفيف الأعباء انتشار المعارض ومنافذ البيع والعربات المتنقلة. مع ذلك مبادرة القوات المسلحة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. فتحية إلى قواتنا المسلحة جيش مصر العظيم الذي دائما يعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والوقوف إلى جانبهم
وتحية طبعا لحضراتكم ولكل مشاهدينا اللي اهتموا انهم يبعتوا آرائهم ومقترحاتهم، واكيد زي ما قلنا انه ده بيكون ملموس منهم ان احنا ما بنكونش بنقول كلام مش مجرد كلام، كلام في نشرات اخبار او كلام في قناة اخبارية، ولكن ده موجود وملموس في الشارع وعلى ارض الواقع. طيب معنا استاذ مصطفى زكريا الخبير الاقتصادي، وايضا الاستاذ علاء الحلواني الصحفي بجريدة اخبار اليوم. مرحب باستاذ زكريا في البداية. مصطفى زكريا اهلا بك يا فندم، اهلا، تحياتي لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا فندم. وايضا تحياتنا للاستاذ علاء الحلواني الصحفي بجريدة اخبار اليوم. الو استاذ علاء، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب استاذ علاء، اهلا بك يا فندم. طيب خليني أبدأ مع أستاذ مصطفى زكريا، وإزاي حضرتك شايف استعدادات الدولة وأجهزتها المختلفة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في سلاسل متكاملة لأجهزتها المختلفة؟ طيب في البداية فندم حابب أن أنا أتوجه بالتهنئة للأهل والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ربنا يعيد علينا الأيام بكل خير يا رب، والشعب المصري كله يا رب. آمين. ويمكن النهاردة وإحنا بنتكلم عن استعداد الحكومة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، امبارح كان صدر تقرير عن مجلس الوزراء كان بيتكلم فيه عن الجهود اللي الدولة بذلتها الفترة اللي فاتت لتحليل الكفاء الذاتي في اللحوم. ويمكن إحنا عيد الأضحى مرتبط شوية عندنا باستهلاك ارتفاع معدل استهلاك اللحوم، وده يمكن يكون مرتبط بالاضاحي. جهود الدوله اللي بذلتها في توفير السلع الغذائيه على مستوى منافذ خاصه بوزارات القوات المسلحه ووزاره الداخليه ووزاره التموين كانت جهود كبيره جدا، ويمكن احنا لمسناها على ارض الواقع من خلال المعارض اللي تم اطلاقها الفتره اللي فاتت، معرض اهلا رمضان، وكان بعديه معرض اهلا بالعيد. وعندنا النهارده يمكن بنتكلم عن 2028 منفذ لكبرى السلاسل التجاريه اللي مشتركه في مبادره كلنا واحد، اللي برعايه وزاره الداخليه بتبيع اسعار بتخفيضات تصل ل 60%. يمكن النهارده بنتكلم عن ان الدوله قدرت تحقق اكتفاء ذاتي من اللحوم الحيه وصلت ل 60%، ده مقارنه ب 40% في عام 2014. يعني النهارده عندنا لحوم حيه بتكفينا ل 15 شهر ولحوم مجمده بتكفينا ل 6 شهور ونصف، في حين ان التعاقدات اللي الدوله ابرمتها الفتره اللي فاتت لتوفير اللحوم الحيه والمجمده وصل ل 29,000 طن خلال يوليو 2021 وخلال الفتره اللي جايه. يعني احنا بنتكلم النهارده عن المنافذ اللي بتمتلكها الدوله على مستوى محافظات مصر من الاسكندريه لاسوان، اللي قدر من خلالها ان احنا نشوف ان ممكن يكون في ارتفاع في اسعار السلع خارج المبادرات وخارج المنافذ الخاصه بالدوله، لكن الدوله قدرت انها تحافظ على استقرار الاسعار الى حد كبير داخل هذه المنافذ. يمكن 1026 منفذ ثابت ومتحرك تابع لمنظومه امان كان الفتره اللي فاتت قادر ان هو يعالج ازمه ضعف القوه الشرائيه اللي موجوده عند المواطن بسبب ارتفاع الاسعار بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه. قدروا يوفروا اللحوم المجمده للمواطنين، ويمكن احنا بدانا نشوف ان ثقافه الاستهلاك عند الشعب المصري كان يمكن خلال فترات ما قبل كورونا ويمكن فترات ما قبل تعويم الجنيه في 2016 كانت مرتبطه شويه بان احنا لا بنستهلك اللحوم الحيه اللي هي موجوده عند الجزارين، في حين ان دلوقتي خلاص اصبح الغالبيه العظمى بتتجه الى اللحوم المجمده، وده بسبب ان الدوله قدرت توفر اللحوم من اجود انواع اللحوم اللي يمكن ان يتم توفيرها. ما هو كمان لازم الثقافه بتتغير مع الازمات والاوقات، اكيد يا استاذ مصطفى. يعني دي حاجه معروفه جدا، والحمد لله ان فعلا بدا كتير من المصريين بيغيروا ثقافتهم الشرائيه والاستهلاكيه فعلا في الوقت ده. بالظبط، دي حاجه مهمه جدا. اتفضل. بالظبط. فاحنا بنتكلم النهارده عن ان الشركه العامه لتجاره الجمله التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه النهارده موفره لنا 1350 منفذ على مستوى الجمهوريه، ده فيما يتعلق بموسم عيد الاضحى، لان موسم عيد الاضحى زي ما احنا عارفين ان معدل الاستهلاك عند المواطنين من اللحوم الحيه بيرتفع، وده مقترن بالموسم. كمان الاسعار الشوادر اللي الدوله عملتها السنه دي، عندنا 39 شادر بيبيع لحوم حيه سعر الكيلو فيها وصل ل 90 جنيه. فكل دي مبادرات كانت الغرض منها في النهايه ان احنا نوفر السلعه للمواطن بسعر يكون مناسب للقدره الشرائيه عند المواطن،
ده في إطار تحقيق نوع من أنواع العدالة الاجتماعية بين المواطنين وبين الطبقات المختلفة. طيب النهاردة كمان عندنا سؤال مهم ألا وهو، طيب بالنسبة لي متوسط الدخل قدرنا ان احنا نوفر له السلع من خلال المبادرات، لكن بالنسبه ليه محدود الدخل الشخص اللي هو يعني نقدر نقول اللي هو بيعيش يعني في مستوى اقتصادي ضعيف جدا، ما بيقدرش يشتري اللحوم بالاسعار حتى اللي الدوله بتوفرها. النهارده لا، عندنا النهارده صكوك الاضاحي، المشروع اللي اطلقته وزاره الاوقاف في 2015، وده يمكن من المشروعات اللي انا شايف المهمه جدا 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 اللي ترعاها وزاره الاوقاف ترعاها الحكومه. كنا في 2015 بنتكلم ان صكوك الاضاحي حينما تم اطلاقها في 2015-2016 بنتكلم عن 1453 طن لحوم تكلفه 242 مليون جنيه تم توزيعها على المواطنين مره واحده خلال العام. يعني ويمكن كان من مزايات هذا المشروع ان هو في نوع من انواع التكافل الاجتماعي بين المواطنين لمساعده محدود الدخل. وكانت طبعا الوزاره كانت بتضمن للي بيتبرعوا في هذا المشروع مراعاه جميع الضوابط الشرعيه من حيث التوزيع ومن حيث الذبح ومن حيث ان هي طبعا يعني اقل تكلفه نظرا لان انت لو هتجيب اضحيه عشان خاطر توزعها على المحتاجين والفقراء الصكوك الاضاحي بتكون اقل تكلفه وبتتناسب معاك. طب كمان كمان نقطه اخيره، يمكن الحكومه لم تغفل نقطه مهمه جدا السنه دي وهي عمليه الذبح الخاصه بالمواطنين. يمكن الحكومه السنه دي فعلت الغرامه ال 10,000 جنيه، وانا حابب انوه لتنظيم عمليات الذبح. بتقصد حضرتك الدبح. تمام انها تكون في الاماكن المخصصه ليها. طبعا بالظبط كده، غرامه للي هيذبح في الشارع. وده علشان خاطر تطبيق للقانون قانون البيئه رقم 4 لسنه 94. فدي حاجه مهمه جدا، ده مهم جدا. بالظبط أستاذ مصطفى زكريا الخبير الاقتصادي، أرجو أن تبقى معنا. خليني أتحول لأستاذ علاء الحلواني الصحفي بجريدة أخبار اليوم. أستاذ علاء مرة تانية برحب بحضرتك، وحابة أعرف تعليق حضرتك على استعدادات هيئات ووزارات الدولة كلها لاستقبال العيد، ومن خلال برامج الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطنين، وأهلا بالعيد ويعني وما إلى ذلك، يعني أمثال هذه الشوادر والمعارض بالضبط لتخفيف الأعباء عن المواطنين، رأي حضرتك فيها إيه؟ يعني أولا كل سنة وكل الأمة المصرية والأمة العربية والأمة الإسلامية وكل العالم بخير. يمكن إحنا في الفترة الأخيرة يمكن شفنا توافق كبير جدا نتيجة التخطيط الجيد، التخطيط الجيد اللي هو اتخذته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات الأخيرة. يمكن شفنا ده أدى إلى خروجنا ونجاحنا إن إحنا نجتاز أزمات كثيرة جدا، يمكن آخرها أزمة كورونا، ويمكن الأزمة اللي إحنا بنمر حاليا بها، ويمكن أزمة يعني يمكن تكون أصعب من أزمة كورونا وهي أزمة الحرب الروسية الأمريكية وتداعيات ده على العالم كله مش على مصر بس، اللي هي وصلت العالم لمرحلة خطيرة جدا من ارتفاع الأسعار وندرة السلع. إحنا شايفين كل العالم في هذا الوقت انقسام ما بين الشرق والغرب وعودة الحرب الباردة بين القوتين الأعظم. النهاردة لأول مرة كمان أسعار القمح بتنخفض إلى حد ما في البورصات العالمية، مش كده يا أستاذ علاء؟ يعني انخفاضها طبعا نتيجة طبعا بعض الهدوء اللي حصل في الفترة الأخيرة، لكن في النهاية احنا فعلا في الوقت الحالي بنمر من أزمة. تخطيط الدولة يمكن خلانا ما نشعرش بالكلام ده قوي، يمكن الأسعار مرتفعة شوية مش في مصر بس، في كل دول العالم. لكن إن الأسعار إن السلع تكون موجودة وهناك تدخل من الدولة بتنسيق تام ما بين أجهزتها، وده اللي ما كانش بيحدث في الماضي. في مقابل طبعا احنا كنا بنشوف قبل كده كل وزارة أو كل جهة أو كل هيئة كلهم يعزف منفردا بيعمل في جزر منعزلة، فعلشان كده ما كناش حتى بنشوف إن الآثار الإيجابية لتخفيض الأسعار أو طبعا لتوفير الاحتياجات طبعا المواطنين من جانب أو لحصول كل الفئات عليها بنفس السعر، ما كناش بنشوف ده أو حتى من خلال المساعدات. يمكن السمة البارزة خلال السنوات الأخيرة هو التنسيق والتوافق، وده يمكن احنا شفناه بداية من القيادة السياسية اللي هي بتتابع كافة الوزارات المعنية والجهات المسؤولة وقيام كافة الجهات حتى اللي هي بعيدا عن وزارة التموين والتضامن وغيرها من الوزارات المعنية بتخفيض
الاسعار او بتوفير الاسواق، شفنا الجيش كعادته بينتشر بسياراته وبمنافذه الموجوده في كافه المحافظات، شفنا قوات الشرطه، شفنا اللي هي من خلال مبادره امان وكلنا واحد وبدات ان هي تطبقها في جميع محافظات الجمهوريه بالتوازي مع القوات المسلحه، كل يعمل في مجاله من اجل صالح الوطن. شفنا حتى هناك تنسيق ما بين جهات الدوله وجهات والجمعيات الخيريه وجمعيات العمل الجمعيات الاهليه بشكل عام. الاول كنا بنشوف كل جمعيه من هذه الجمعيات رغم ان هي بتمتلك قوه هائله وتواجد كبير في المحافظات، لكن للاسف كانت بتتعدد هذه الجمعيات، كانت الجمعيات كلها ممكن تعمل في محافظه واحده او في منطقه واحده دون التخطيط. يمكن الجميل ان اجهزة الدولة بدأت تخطط مع الوزارات المعنية مع هذه الجمعيات، وبدأنا ان احنا نضع خطة عامة بحيث ان ما يكونش عندي في تعدد او في عمل موازي في محافظة واحدة من اكثر من جمعية او اكثر من جهة، وده الشيء اللي هو يمكن خفف الضغوط على المواطنين. ده مش من خلال فقط تخفيض الاسعار، لا، من خلال توزيع المجاني للاسعار. ويمكن احنا شفنا ده كان زاد بزيادة كبيرة جدا في رمضان الماضي اللي احنا يمكن عدناه بسهولة نتيجة هذا التوافق. شفنا ايضا التنسيق من خلال او الاستعانة ايضا بدور بتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في الوصول للمناطق الاكثر فقرا. وهنا حضرتك برضو يعني هنا اسفل المقاطعة، بس حضرتك هنا يعني ذكرت نقطة مهمة جدا وحبيت بس اركز عليها، وهي المبادرات الاجتماعية ومبادرات المجتمع المدني اللي حاولوا هم كمان ان هم يزودوا اعداد هذه المنافذ ووصولها لاكبر عدد من المواطنين، دي ايضا كانت مبادرات مهمة جدا، فحضرتك يعني بتشوفها دي ازاي؟ يعني طبعا هقول لحضرتك ان ده وفر، يعني انا يمكن ليا اتصالات بالعديد من هذه الجمعيات، لو شفت حضرتك الارقام اللي هي تم توزيعها من خلال الجمعيات الأهلية بإشراف مباشر من الدولة إن هي ما يبقاش فيه تعدد ملايين الشنط والكراتين اللي تم توزيعها في رمضان وحتى وقتنا هذا، وتقوم بيها بالتنسيق مع بقية الوزارات والأجهزة. لكن خلينا نقول أيضا إن دخول أيضا لأول مرة الأحزاب والقوى السياسية و في هذا المجال، شفنا حزب الأغلبية في البرلمان او بنشوفه ان هو ايضا ليه دور كبير جدا سواء في تخفيض الاسعار من ناحيه او سواء في التوزيع المجاني للسلع وتوزيع المساعدات من ناحيه اخرى، وده يمكن اللي خلى هناك يعني يمكن لاول مره بنرى يعني قبول وارتياح لما تقوم به الاحزاب او بعض الاحزاب والقوى السياسيه في الشارع في الفتره الاخيره، لان نتيجه عندي بقى عندي ثقافه هي يعني ايه زي ما بتقول ان هي التواجد في الشارع من جانب او الشعور ببعض، يعني يمكن ما كناش بنشوف ده فقبل كده، كان البعض يمكن هدفه التصوير فقط ان او انه يقال عليه ان هو قام بتسليم كذا او بتوزيع كذا، لا، النهارده بقت عندي خطه عامه بتشمل جميع انحاء ومحافظات الجمهوريه. لما اشوفها يمكن واذكر على سبيل الذكر او على سبيل المثال حزب مستقبل الوطن بيوزع من خلال وحداته الحزبيه الاكثر اللي تصل لما يقرب من 7000 وحده حزبيه على مستوى الجمهوريه في جميع محافظات الجمهوريه، وده الشيء المهم. من خلاله ايضا بيتم التنسيق مع الجمعيات الاهليه، بيتم التنسيق مع قوات الجيش وقوات الشرطه اللي لها يد طوله في هذا المجال. ويمكن ضيفك الكريم برضه ذكر دور وزاره الاوقاف وبقيه الوزارات الاخرى اللي هي داخله في نفس المجال. لا ننسى ايضا يمكن هناك وزاره الزراعه لها دور كبير جدا في تخفيض الاسعار من خلال منافذها المنتشره او من خلال مزارعها اللي هي بدات تعود للعمل مره اخرى بعد توقف، وبعد ان احنا للاسف الشديد كنا شفنا عدد كبير جدا من المزارع او من المنتجات اللي كانت بتنتجها وزاره الزراعه كانت بتتوقف نتيجه ان انا يعني خلاص كانت معظم هذه المنافذ تم اغلاقها، لكن يمكن في السنوات الاخيره عادت للعمل بكفاءه وقوه باشراف مباشر مع الدوله، بالاضافه بقى للشيء اللي هو يمكن ادى الى تخفيض الاسعار وبصوره مباشره وهو الصوب الزراعيه اللي تم انشائها من قبل اجهزه الدوله المختلفه في كافه محافظات الجمهوريه، وايضا المزارع الحيوانيه اللي هي لاول مره الدوله بتدخل فيها، والمشروع القومي للصوامع اللي ايضا وفر يعني كان ليه الدور الكبير في المخزون الاستراتيجي للقمح كل السلع خاصه السلع الاستراتيجيه. طبعا طبعا.
أستاذ علاء الحلواني صحفي بجريدة أخبار اليوم، أرجو أن تبقى معنا. تعليق هاخده من أستاذ مصطفى زكريا الخبير الاقتصادي، تعليق أخير من حضرتك أستاذ مصطفى. معك يا فندم. فيما يتعلق بتوفير السلع والجهود اللي الدوله بذلتها في توفير السلع، احنا شايفين ان الدوله كان في عندنا 9 مشروعات لتحقيق الامن الغذائي والزراعه المستدامه، كانت يمكن دي كلمه السر اللي احنا الدوله لجأت اليها لمواجهه تغيرات المناخ، لان احنا شايفين ان في تحدي كبير جدا بيواجه العالم دلوقتي المرتبط بتغير المناخ. يمكن حضرتك كنت بتتكلمي في حديثك عن اسعار القمح، ويمكن اسعار القمح الفتره اللي فاتت دي اليومين اللي فاتوا انخفضت، كان خلال الاسبوع اللي فات دوت، وده كان بسبب خفض الضريبه على التصدير وتراجع الاسعار في بورصه شيكاغو. فدي كلها كانت عوامل بتؤدي الى يعني حدوث ذبذبه في الاسعار من وقت الى اخر، سواء بالصعود او سواء بالاستقرار. الانخفاض الاسعار ده بيكون في حالات نادره جدا. الدوله يمكن كانت شافت ان لا سبيل الا بالعوده الى الدوله الزراعيه الصناعيه مره اخرى، واللي احنا كنا شفناها في فتره الستينات وما بعد فتره الستينات، كانت الدوله كان في نهضه زراعيه وفي نهضه صناعيه. يمكن يعني على سبيل المثال كده سريعا، احنا عندنا اكثر من مشروع، عندنا يعني المشروع الخاص بالصوب الزراعيه، عندنا استنباط المحاصيل الزراعيه، عندنا مشروع الزراعي المائي، عندنا مشروع التحول للزراعه المحميه وانظمه الري الحديد، كمان عندنا مشروع مهم جدا الدوله بتتبناه، هو مشروع التكيف في مع التغيرات المناخيه في دلتا النيل وارتفاع مستوى سطح البحر. يعني يمكن دي مجموعه من المشاريع اللي لما بنحطها جنب بعض بنطلع بصوره كامله، ان يمكن خلال على المدى القصير ان احنا يكون عندنا اكتفاء ذاتي من السلع. النهارده احنا بنتكلم عن ان احنا حققنا اكتفاء ذاتي من سلعه زي سلعه السكر وصلت ل 95%. النهارده احنا بنتكلم ان العالم كله دلوقتي بيعاني من نقص المعروض في زيت الطعام، في ازمه على مستوى العالم في زيت الطعام. النهارده احنا الحمد لله قادرين ان احنا نوفر زيت الطعام من خلال منافذ وزاره التموين، سواء اذا كان على بطاقات التموين او من خلال المنافذ الخاصه بامان والمعارض التابعه ليه وزاره الزراعه او وزاره التموين، الشركه العامه لتجاره الجملة. فدي كلها مجموعه من الاجراءات الدوله خدتها، ويمكن انا بحمد ربنا الحمد لله ان احنا يمكن كنا بدانا بمشروع او بخطه الاصلاح الاقتصادي في 2016 لما بدانا بتعويم الجنيه. كان لو احنا ما كناش بدانا بخطه الاصلاح الاقتصادي في الوقت ده، وشفنا النهارده العالم بيعاني من نقص المعروض وارتفاع الاسعار وطوابير الغذاء امام منافذ بيع الغذاء، يمكن كنا النهارده كنا هنبقى في موقف اصعب. دي فايده الخطوات المدروسه والفيجن اللي بتتسمى في الاقتصاد وفي السياسه، واكيد حضرتك عارف الكلام ده استاذ مصطفى. دي فايده الرؤيه الاستراتيجيه اذا كانت سياسيه او اقتصاديه، هو ده. يعني لو رجعنا من قرارات ل 2016 هنلاقي ان ترتبت عليها بعد كده اصلاحات كبيره جدا في كل المجالات، مشروعات قوميه عظيمه في المشروعات الغذائيه، توفير الامن الغذائي، وهو ده اللي وصلنا لما نحن فيه الان. توفير امن غذائي، بنوفر برامج حمايه اجتماعيه، توفير السلع مع كل الانظمه المختلفه للهيئات والوزارات للدوله بتناغم بشكل كبير جدا وتنسيق كبير جدا، وكله لمصلحة المواطن. الأستاذ مصطفى زكريا الخبير الاقتصادي، كل الشكر لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أيضا كل الشكر للأستاذ علاء الحلواني الصحفي بجريدة أخبار اليوم، وطبعا كل الشكر لحضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب ينعاد علينا جميعا وعلى جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم. تحياتي.